اهتمام خاص يجب أن نوليه للنساء العاملات في القطاع الصحي، حيث أن خطر تعرضهن للإصابة بفيروس كورونا أعلى. تشكل النساء 67% من حجم القوى العاملة في المجال الصحي عالمياً، وفي فلسطين بشكل خاص تبلغ نسبة الممرضات 55% في الضفة الغربية و 48% في قطاع غزة. لذلك يجب على العاملات في القطاع الصحي الحرص على نظافة اليدين بالمحلول الكحولي أو الماء والصابون قبل وبعد لمس المريض، حماية الوجه والجسم بواسطة الكمامة، واستخدام معقم وكفوف نظيفة، والامتناع عن لمس العين والأنف والفم. كما يجب على الجهات الصحية المختصة الانتباه إلى توفير ظروف آمنة لجميع مقدمي الرعاية، وإلى اهتمام خاص للممرضات ومقدمات الرعاية.